بولو فيم اليوم نستضيف استاذ جوزيف عبود، 40 سنه بعالم التلفزيون والدراما، اليوم عم نشوفه بالسينما بساعه ونص على الشاشه الكبيره، وطبعا عنده صولات وجولات على المسرح مع كبار الاسماء. اهلا وسهلا فيك، شكرا لوجودك معنا اليوم. اهلا فيك، انا تشرفت انه جيت لعندكم. يا هلا. كمان عم تابعك باصحاب ثلاثه كمان هون بالكوميديا، يلي يعني بدك تكون فيها جدي شوي، ولكن بمسلسل الكوميدي رح نحكي كثير عن هالمواضيع كلها. خلينا نبدا بالسينما. سينما. بالسينما ساعة ونص، دور حضرتك هو الفران. فران صح. شو مشكلته هالفران؟ هذا بيكون عندي محل من إيش، وطبعا بكون أنا وممثل زميلي جورج عواد عم نحكي، وأنا على طول عم بسأله كذا، بيقول لي شو قصتك بعد هالساعة اللي مراكبة عليك؟ قلت له يا أخي رحت لعند الحكيم وقال لي يمكن في معي سل او شيء هيك، انا خيفان بدي لازم اعمل فحص. وعباس وقف حدي يعني قدام الزيت وتعطيس على طول فوق المناقيش والاكل. بعد ما خلصنا قصه السل والحكي قلت له يا حبيبي شو بتحب طعميك؟ قال لي كلمه يعني ما عرفت انه باكل كذا. بنشوفها بالسينما. أي. يعني هذا هو بس انه كوميك طالع. نحن هون عم نحكي عن الكوميديا صرف يعني، ولكن بعدها مش كوميديا هزليه، كوميديا فيها كمان مسج مثل العاده. صح. وهون اشتغلت اكثر من مره استاذ جوزيف على هالنوع من الدراما. مزبوط. بتلاقي حالك بالكوميديا؟ انا عندي يعني ميزه بالكوميديا، يعني بضحكك انا ومعصب، عرفتي؟ يعني بيكون واحد من قد ما منكرز بتضحكي، بعطيك كوميديا من التعصيب. ما هلا شايف قال دائما بضل معصب. لا مش على طول شايفينك الا عم بتضحكنا وكمان بنفس الوقت معصب. على كل حال كل الاشياء بتعصب، ما في شيء ما بيعصب، ولكن هو الفن انه نقدر نضحك. صحيح. بنفس الوقت خلينا نشوف تريلر من ساعة ونص. يلا. عم بقول لك ما بقى معنا الا ساعه ونص كرمال نسحب الفيز. اطلع. طيب كندا اي ام كامينج هير. ايش لك شو بك رح تعديني؟ هرب الخارو. ان شاء الله بتهري هربي تشقفي ما بتلاقي حدا يلمي. اطلع صبايا نزلين قدام شوي. اطلع صبايا. قلت لي انا ما علمي انه عباس عنده نبريش طويل يمده على خزانات العالم. ما هي مصايب البلد كلها مش رح تنحل طول ما في ناس مثلك ومثلها فلتانين بالشوارع. وهول شو يا افندي؟ بطرق هيك بوز غش. ايوه. اي يا ماما. تعال ورا ولا ايه؟ نح الطريق اعمل لك. بركض بجريمة عامل لك. ايه قتلته للسلام. قل لي كيف طعموك الرصاصة؟ مين هن زعمة؟ طولي بالك علينا رح نقول لك. الزعمة هن اللي مخليني انا وخطيبتي اركض على السفارة لاحصل على فيزة هجرة. شو صاير معك يا عباس؟ بالقلب. اي دكتور فلتت سكسوله تروع عليك خدجعك يا حمار. استاذ انت شو الاسيرانس تبعك؟ شو ها؟ تأمين حياتي. اذا بتنصبيني ما بيهر مني 1000 ليره. يعني فينا نفتح حساب حتى لو المبلغ كان 1000 ليره؟ موجوعه كثير بس عم بحلم. ليش انت شو عملت لان انحبست؟ اغتصبت جارتنا. على فكره إيه؟ عجبته لكارليتو. انا؟ ايه اني يالا ولي على هالساعة ونص اللي ما في شي عاطل الا ما صار فيهم. في ينزل العوينات؟ بدك اكثر من هيك. العمى؟ استاذ جوزيف الشغل مع الجيل الجديد كيف؟ يعني لازم واحد انه يستوعبهم الممثلين الجداد، يعني بدهم بعد خبرة وشغل. من ناحية شو؟ من ناحية الالتزام؟ من الالتزام لكل شيء، يعني للحفظ في كتير اشياء هيك بعدهم ضعف فيها. كمان شفناك باصحاب ثلاثة، وعم نشوفك باصحاب ثلاثة بدار المحقق هون كمان في تعصيب. مزبوط. ومع هيدا وكله بنضحك كثير، رح نشوف كمان مشهد. بس خبرنا عن اشتراكك بهالمسلسل. هذا دور المحقق بكون عم حقق مع ثلاثة، يعني رانيا وريتا و ورولا. اهضم ثلاثه يعني طبعا هن عم يعطوني وانا عم بعطيهم، عرفت كيف؟
التحية معهم يعني في اشياء كثيرة، مثلا شاكك بوحدة هيدي عم يجي صاحب جوزة بيجي بيحكي معها هيديك، يعني مشاكل هيك نسائية عرفت كيف. وفي اوقات سرقة ما سرقة، ابن رولا مثلا، ابن رولا بكون لها غير اسم كمان، هذا بينحبس لانه بيسرق، يعني كل التحقيق بدور حواليهم هن والعلاقات تبعهم والقصص اللي بيعملوها. محقق وبنفس الوقت مساعد اجتماعي. مساعد اجتماعي. صحيح. خلينا نشوف بعض المشهد. باب انه علاقتنا انا وياه مش كتير زيادة، انه منا يا لطيف، وهيك اخر فترة كان في كتير مشاكل وستريس. لك عنا بالقضية، شو موقفه شو موقعه، شو بيعرف شو ما بيعرف. لا هيك انه ما له علاقه هو بطريقه مباشره، اصلا انا ما بفتح تمي باسرار الشغل، يعني انه قد ما اكون بحبه للانسان وبيعني لي، بس انه بهيك الشيء ما بنحكي. لك شو المغزى بالموضوع؟ يا عمي بدك خبرك ولا شو؟ تفضلي. هلا مش المحقق معصب، هو شيء بيعصب يعني، هن يعني التحقيق من وراء التحقيق معهم عم عصب، عرفتي انه تحكيني بشيء يعني ما له دخل بالقصة، مجدره وما مجدره واكل، وانا بكون محروق بدي اعرف شو القصه شو الخلفيه، حل المشكل وشو بدك تعمل. هودي يعني هالقصص هي اللي عصبتني فيهم. هون لو كان يعني كنا عم نقول قبل شوي، لو كان يعني القالب كوميدي ولكن دايما في رسالة بدها توصل من خلال الكوميديا، شو الرسائل اللي عم توصل بأصحاب ثلاثة؟ يعني الرسائل انه اجتماعيا عم نحقق عم نظبط عم مشان لحتى ما يصير فيه مثلا جرائم، عرفتي، مشان ما يصير فيه طلاق، مشان ما حتى يتخانقوا مع بعضهم النسوان، يعني اشياء من هودي يعني شيء اجتماعي. القاء الضوء كمان على يعني مواضيع معينه يمكن بنمرق حدا وما بننتبه لها وهي بتكون عم توصل للمشكل، ما بنكون عم نركز عليها او ننتبه مزبوط. اهميتها وخطورتها. كمان مشهد من اصحاب ثلاثه. ما كانوا يعطونا اساميهم لحتى قال ما يورطون او يعملوا لهم مشاكل، بس وعدونا اولادنا انه ما بقى يتدخلوا فيهم وبس يشوفوا امورهم الخاصه، وانه صرحونا بكل شيء ونحن سمحناهم. بوقتها ما كنتوا عارفين انه نديم هو المحامي الاساسي لمكرم؟ لا يا عمي ما قلنا لك، شفناه مره وحده بالصالون. هلا جنى انتبهت له لما كنا عم نراقبه لنديم، بس انه ما حدا كان مركز عليه ولا مره. عاد رجع على الصالون؟ بلا بلا رجع كذا مره، بس هلا خليني كفي لك خبريه ادهم، ما انت قلت لي انه بهمك الموضوع. بس موضوع مكرم اهم بالنسبه لالي. هلا اسمع شوي، أدهم بوقتها كان عنده تقديم، كان عنده امتحانات ونحن كنا ناطرين النتائج ونجح. هلا انه نجح يعني انه انجح، نجح يعني على المعدل، انه يعني اذا بدك هو جاب اقطع علامه بالصف عنده. يي فكرك حدا كان راضي؟ وخاصة ستو كانت تقعد تتهمني انه انا ما بنتبه له، مع انه هي اكثر وحدة فاهمة الوضع. سوري سوري عن جد سوري سوري، مش بقصدي. تركيها تركيها، هلا هني بيجوا، اسمحي لي فوت على الحمام. هالادوار يلي يعني منا ادوار اولى ولكن في هيك ركيزه بقلب المسلسل، بتكون ركيزه بقلب القصه وبنرجع لها كل الوقت. هون كثير مهمه انها تكون دائما عم تعطي النتيجه المطلوبه لحتى يبقى هيك في ريفرنس صحيح بقلب المسلسل. بأدهم بيك كمان كان عندك مشاركه ايه حلوه. أدهم بيك كنت بكون في عندي بنات انا، وبيكون في فرنساويه وكذا، بس بيكونوا بدهم انه بتعرفي الضباط بده واحد ياخذ لهم نسوان وكذا وبيدفعوا مصاري كانوا كثير وهيك، وانا كنت يعني بالجانب تبعهم، وبعدين عرفوا في بالضيعه انه عم باخذ بنات لعندهم وكذا، بالاخر بيقضوا علينا انا واثنين ثلاثه بقتلونا، بس كان دور حلو يعني بأدهم بيك. حبيت الشغل مع استاذ زهير النوع المخرج،
عن جد يعني انبسطت بالشغل معه، أول مرة بشتغل معه. أما بالهيبة فدور المختار، ما بعرف رح يرجع بالهيبة اثنين، دائما هيدا السؤال على كل الشخصيات بالهيبة. مزبوط، أخذت رجعت دور المختار بجزء تاني، صورنا يومين معهم، وبعد في عندي كمان الهيبة مسلسل حلو، والأستاذ سامر برقاوي كمان مخرج مميز يعني، هيدي تاني مرة يعني بشتغل معه، حبوب كتير، وكل الأكيب اللي معه كلهم طيبين، وقصة حلوة، والأستاذ تيم حسن كمان محلل القصة. كنت متوقع نجاح لمسلسل من هالنوع؟ إيه؟ النجاح الأد الكبير يلي أخده يعني. مزبوط، أنا أول مرة رحت بجزء الأول لما شفت كان عم يصوروا بحمانة بالساحة، المنظر يعني بيعطيك أمل إنه هذا المسلسل في إنتاج كبير أو إنتاج ضخم، وخصوصا إنه شركة صباح يعني عسلمتهم عم ينجوا كتير هلا. فإذا رح ننتظرك بالهيبة اثنين كمان بدور المختار، شو بيميز هالدور بالنسبة لك؟ دور المختار يعني عم يجمع بين عائلتين، عرفتي عائلة تيم حسن وعائلة السعيد، لأنه على طول جرائم وقتل، وهلا آخر مرة كنا عم نظبط الموضوع إنه نصالحهم مع بعض، نحن قاعدين معه بيجي التليفون بيقولوا له واحد من جماعتك قتلوا، عرفتي كيف؟ بترجع بتكبر القصة يعني، أشياء من هالنوع. إذا حاليا الشغل هو على الهيبة وأعمال على جديدة ومشاريع جديدة، شو عندك أستاذ جوزيف؟ والله في كمان مع الست رشا شربتجي طريق اسمه، وفي مع استاذ اسامه محمد كمان مسلسل جديد زيتونه، وفي عندنا فيلم سينما عملناه قبل بالثلج بانوبين، فيلم عن حياه القديسه مارينا. نعم هذا الفيلم بتوقع له انا يكون شيء مميز، رح ينزل على الصلاة. رح ينزل على الصلاة قريبا يعني بعتقد 26. نعم. وعاملين له شو الدور اللي حضرتك اخته فيه؟ انا دوري بيكون في الاخ نورو، هذا كان بالدير وكذا يعني، ما بدنا نحكي القصه اضبط انه تنشاف بالسينما. قصتها كثير حلوه اكيد، المهمين رح يكونوا عم بيتابعوها لما بتنزل على صلاه السينما. شكرا لك ولوجودك معنا، اهلا وسهلا. طول عمرك، انا بتشكرك جدا، بتشكر الام تي في والقيمين عليها، اهلا وسهلا. ميرسي للاستاذ ميشيل مر، يا هلا. خلص وقتنا اليوم بام تي في لايف، موعد جديد بكره 8:30 مع مجموعه جديده من المواضيع. باي باي. لا بكره مش 8:30، بكره نهار الاحد نلتقى فيكم نهار الاثنين 8:30 مع مجموعه جديده من المواضيع. باي باي.